إديتو إنفيرونمنتال. نبدأ بخبير حلو. رسميا الجنوب التونسي في قائمة دليل روتر كأفضل 10 وجهات سياحية لسنة 2024. نبدأ معك حسام. بهي تدوينة زادة لفتت انتباهي في خضم معناها الحدث هذايا. بهي راهي ماهيش صحيح حاجة باهية راهو اللي كونوا تونس معناها ضمن العشرة الوجهات السياحية في غيد روتار. خلينا نفكر شنو معناها غيد روتار. ثم بالنسبة للمسافرين والمولعين بالسفر في العالم ثم انواع من اللي جيده ذوما اللي هما يوجهوا السائح يعطيو مثلا كيفاش تمشي لي بون بلون لي سيركوي اللي عاده يكونوا اور دي سونتي باتو. معناها بلاد معناها فيها مغامره فيها حاجه مميزه معناها دونك ديجا في اعتراف ضمني كون تونس خرجت نوعا ما من الصورة التقليدية ولا النمطية معناها متاع مشمومة وجمل وكذا واللي احنا ما عندناش حد شيء ضدها لكن تونس عندها أكثر من ذلك. لجيد هذوما موجودين موجود كيف ما نقولوا احنا لجيد دوغتا موجود زادا لونلي بلانيت موجود رادجايت واللي هي مجموعة من الكتب ولا نقاو حتى بطريقه رقميه واللي هي تعطي بسطه شامله على اي بلد نزوره. تقريبا تلم انا بحكم نسافر برشا نستعمل ياسر اللي جيد هذوما واللي يعطيك لي زانفورماسيون بريسك كومبليت يا تو لي بيدجي معناها كل بيدجي الكل. حاجه الباهيه لهنا حاجه تحسب لتونس لكن هذايا ما نصورش حسب تقييمنا وحسب تقييم بعض الخبراء اللي ماهيش خاطر الانفراستركتور اللي عندنا ولا السياسه السياحيه اللي عندنا ولا كذا للاسف وانما لانه ما من الله علينا معناها في البلاد هذه معناها ربي اعطانا حاجه باهيه اعطانا ديفيرسيتي من بحر من صحراء من جبل من تاريخ من غابات من مغاور في مساحه ضيقه تعطي معناها تنوع هايل وخاصه احنا زاد كشعب تونسي احنا شعب مضيف بحكم حتى مشاكلنا وكذا حتى للاسف ساعات قاعدين نراو في برشا حاجات خايبه لكن راهو فينا احنا كتوانسه برشا حاجات حسين باش نسالك سؤال سامحني خاطر قبل ما نمشي لحمدي وهذايا بتجرد عن الكاسكيت نتاعك الكل باش نسال حسام الانسان اللي سافر ياسر انسى اللي انت تونسي وتعرف المناطق التونسيه بالباهي وسافرت برشا بلايص هل انه مش التيتر او كي يكون الجنوب التونسي ضمن افضل 10 وجهات سياحيه هل ترى انه يستحقها يستحق واضح هذا بكل تجرد اللي انت تونسي بكل تجرد لكن ثم مشكله كبيره راهو ولهن يقفوا على تدوين زميلنا امين الزرقاتي مرشد سياحي تحيه ليه واللي اعطاه هو بصه ممكن ما عجبتش البعض لكن ساعتك التخمير راح نحطوا مثلا كذا لكن الواقع يلزم يتقال كي نحكيوا على الجنوب التونسي بالنسبه للجنوب التونسي معناها كيما نقولش تبدا هي الرحله ديما تبدا كي الرحله تخرج من القروين من القروين من الوسط ونمشي وحتى البقية معناها كسوا الجنوب الغربي ولا الجنوب الشرقي وحسب تدوينة ذي قال هو أمين اللي راو كانت نجم تكون وجهة عالمية للمخرجين والمشاهير لذي حقيقة محتشمة حضورنا محتشم معناها كي جيت تصور مثلا بار اكزومبل حتى هو في نحكي وإحنا على كارتاج ولا غيره حتى باش يخمو باش يسوي في بلاصة أخرى غير تونس ولذي نصور هنا فضيحة خاطر احنا ما نعرفوش نسوقوا لبلادنا كي تخرج أنت من القروين مثلا من الروت السنتور ولا الطريق الحزاميه ديجا باش ترى مشاهد عباره لمدينه منكوبه من الزبل والبلاستيك بريسك حاجه رهيبه ما نصورش ان هذه حاجه باش تعجب معناها السويح تكمل طول تمشي للشبيك تلقى حسب كلامه هو مشاوي العلوش والحمام مدلل على الطريق وطريق ماهيش صحيه معناها في تقديم المأكولات كيف هذا منظر ماهوش حلو نمشيو زاده حتى السياح حتى كي يمشيو زاد القفصة وهي كنت معناها في قفصة في الأسبوع اللي فات معناها كيف الطريقة الحزامية كبيرة على وقفصة كارفور مدينة تاريخية وحتى اللي فيها البيزاج جميلة جدا حضارة بشرية نحكي أقدم حضارة الحضارية معناها 7000 حاجة شوف اللي ريتو من المناظر الطبيعية حاجة من وراء العقل لكن زاد النفايات والكوان اللي كنت النفايات وكل الأشجار ثم أشجار عديدة تلقاهم هم شادين كلي ساك بلاستيك في مشهد أصبح مألوف معناها في الطرق الحزاميه نتاعنا الكل ولا في الاطرود الكل دونك باش نلخص معناها الزبل والنظافه ايضا البزنسه اللي نلقاهم زاد التصرفات غير لائقه زاد مع السياح مثلا في التحايل وكذا حتى نصب زاد حتى الارتيزان نتاعنا تلقى صناعه تقليديه وبعد يبيع لك في منتوج صيني هذا كله غير سي اوغفوار نورمالمون
في معناها اذا كان تونس اختيرناها ضمن 10 وجهات سياحيه ولا نحكي على الجنوب التونسي، هذه فرصه بور انفستير، فرصه بور فوار لي شوز، وفرصه نخرجوا زاده من المنتوج التقليدي اللي عندنا ونمشيوا اللي عندنا منتوج سياحي على سير العالم. واضح به. نمشيوا نظره اخرى، ناخذوا لاكس الاخر من عند حمدي حشاد. كيف كيف زاده من العباد اللي تسافر ياسر، كنت شفت عديد المناطق السياحيه كوكسوسوا للسياحه ولا للعمل، هل ترى انه تونس ولا الجنوب التونسي يستحق يكون ضمن العشرة المناطق ذوما؟ الموروث محمد الموجود في الجنوب، معناها السواء الثقافي او المشاهد الطبيعيه اللي موجوده غادي اكيد راهو معناها تخليه في الوجهات ممكن تكون الاولى حتى عالميا، معناها مش في بالنسبه للقيدرو تارك او لكن فما راهي سياحه عبور، معناها بالنسبه لنا فما فقر كبير في البنيه التحتيه السياحيه في الانشطه اللي ممكن يتعطاها، معناها تنحي الكواد، تنحي ركبان على الجمل، تنحي الكتفوكات، شقد معناها في الساحل يجم يعملوا غادي معناها كلها زيارات برقيه، معناها تبدا ما بين الشوفور الكار باش يهبطهم بحذا الاحوان اللي يحبهم هما باش يقضيو، من اللي يحبهم هما باش بزنس كيما يحب هو، معناها بالحق راهو تونس تسحق خير برشا منك. ما نقولش خلينا نعاودوا نرجعوا، لا شوفوا قطر الامارات الدول اللي قاعده تصعد معناها توا في حديثا على الصعيد السياحي والسياحه اللي كله جايه وقلدوهم، ما نعملوا حتى شيء قلدوهم ميساج، جاء وقت اللي نحن شغلين نقلدوا فيهم اللي كان العكس ميساج، نقلدوهم هما كيفاش قاعدين يقدموا في حاجتهم. مدينة كيما توزر معناها فيها مطار تقريبا راقد ما يخدمش، ما في حتى شيء، مصب تاع زبلة بحذاه، مصب تاع زبلة بحذاه، معناها مدينة توزر اللي خسرت الشارمة نتاعها في البني، معناها الكوفة الصغرى بجنبها النفطة، معناها عليه هذا كله ضاع. لا وفما تنوع، معناها توزر تقابل مراكش عند المغرب، شو مراكش فين وشو توزر فين. القروين خير من مراكش، كان يستثمروا القروين برك. أنا حسب رأيي أكبر استثمار يعملوه في الجنوب وفي السياحة هي في النظافة. لانه ما نجموش بعد صحيح لي زكتيفيتي ثمره ولا زكتيفيتي ممكن حاجات حتى مش نحتاجوش باش نقلدوا، حسب رايي الشخصيه باش نقلدوا دبي ولا قطر ولا كذا، عندنا لي سيركوي دو روندو، عندنا لي زكتيفيتي معناها لا عليه ذكرتهم حسين خاطر من حد شيء خلقوا حاجه، معناها قطر ما فيهاش كل التراث التاريخي الكبير جدا، ولا الامارات معناها الامارات راهو موقع صغير في شكوك اللي تعدى منه الانسان الحجر الاول ولا موقع سياحي اول، والترويج ليه معناها تو احنا نحكيو غادي على اول بوستا واول تاكسيفون واول اي هما معناها تشوف انت الترويج للحاجات هذه معناها اللي تنجم. انا حسب رايي النظافه يلزم النظافه هي نبداو بحجر الاساس، تقول انت حجر الاساس فقط. زاد كيف كيف فما تنوع كبير، زاد كي نقولوا الجنوب راه نحطوا فيه في كفه واحده، اما فما الجنوب الشرقي اللي عنده الخصائص نتاعو، الجنوب الغربي جبليه وعندك صحراء عندك رمليه، دونك فريمون معناها نحكيو على حاجتين. احنا نقولوا الجنوب كاو اركولي هما دو زوفر دو برودوي يمكن في علاقه بالتوريزم اللي نجم نقولوا كومبليمونتير، ما زاد محلاها كذا في بلاد عندك فما ميزه معناه. فما ميزه لتونس دوله صغيره معناها لو ما بين اقصى الشمال واقصى الجنوب معناها وين عندك الغابات معناها تقريبا خضراء في تبرق عند راهم، ما تستحقش الحكايه اقل من 500 كيلومتر باش تلقى روحك في الصحراء والكثبان الرملي بالضبط. باهي نمشيو لموضوعنا الثاني.